السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عاصم وجدتكم مقطع جديد. طبعا اليوم مقطعنا عن حساب جدا جميل، دائما ينزل فقرات مضحكة وأنا متابعه صراحة من زمان قبل 500 ألف. المهم الزبدة إنه حساب ينزل مقاطع وصور مرة فنانة، ميمز بالأصح ميمز وبس. والله نبدأ المقطع شباب. الحساب الظاهر قدامكم، بس خليني ألبس السماعات وألبس النظارة عشان الإضاءة. بسم الله نبدأ نشوف الملف التعريفي أو النبذة التعريفية عن الحساب. طبعا هي HRRQIL، هذا اسمه بالإنجليزي، من متابع 99، عفوا متابعين حساب حبيب، وعنده 516 ألف متابع ما شاء الله، 3357 فيديو وصورة أو ميمز بالأصح. طبعا نشوف إيش كاتب هنا، مكتوب هرقل، ممثل هزلي، ترى محبة تيجي من الله لحد يشد حيله. للتواصل دغري دايركت. يا اخي اننا انتم طب شلون؟ انا انتم وحنا انتم وشهم منهم؟ يا اخي شو اسوي؟ طيب بكلمهم، لا ما بكلمهم، بس انت لا تكيس. ايش يقول ذا؟ والله هذا صدق، والله لا هو يقول ما هو انا، هل انا هل انت ايه انا شلون؟ وانت لا انا وانت ايه خلاص. يعني هذا ملخص الموضوع، مع انك ما درست الماده. ما درست، اعرفها. عارف الموضوع صاحبته. لا زين، اذا خويه تزوج وجاب توأم ما اعطاني واحد. شوف يقول لك الصديق ما لقيت الصديق. على كيفك. مازال ونمر راجعين للبيت بعد يوم كامل من التمثيل على قناة ناشيونال جيوغرافيك. اللغة العربية معليش، اكتب بالانجليزي اعطيكم ناشيونال جيوغرافيك. بسم الله. يقول لك مدرس الفيزياء اذا قال لك اعرف لي الجاذبية قلت اسمها نرجع نقول الكويتي اذا ما ذب الكويتي. توه واحد دعمني بالسياره، يوم دعمني كان انزل وقلت له شنو هذا؟ كان يقول لي عوافي. شنو شارب لبن؟ توه واحد دعمني بالسياره يوم دعمني بعد ما خلص شير لوك، وحاول اكفط من اللي اخذ الاكل، من اللي سرق الاكل في الثلاجه. ايوه يا عبودي ليت ما حد يتشمت. لا شفت المقطع ده، يقول لك والله فعلا خذوا كلام الصح. شوف النصيحه بس، ليت ما حد يتشمت على احد. اوكي، يعني لا تتشمت على احد، نصيحه، لانك لو تتشمت ربي راح يبتليك. شفت احد مريض، شفت احد معوق، شفت احد ما يعني اي شيء، لا تتشمت، قول اللهم نشماته بس عشان ربي ما يبتلي. حرف الله. طيب اسمع، ما دام انك اعترفت قول طير طياره وربح فيها. والله ما ابغى شيء. ليش؟ يلا سوني بعد سوني. خلاص انا بقولها بداله، طير طياره وربح سياره. لي سنين اضحك على الرياكشن، توني ادري بالمقطع الاصلي. نشوف 10 دقائق من المباراه. حقيقه موسى، لان كنا هنا في 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 طور التجهيز لهذا النقل المباشر، لم تسنح لي متابعه الدقائق. لم تسنح لي مقابله الدقائق الاولى من هذه المباراه. اللهم اني صايم. لم تسنح لي مقابله الرياضه من سكاي نيوز عربيه.
اختتم الليلة مباريات الدولة الثالث من كأس رابطة. لما أول مرة واحد أحد يقول لي تبع على نفسك. والله مصعب أقول لك إذا لقيت اللي كان يتنفس بالمايك. طبعا وقت كورونا كنت ندرس عن بعد. زعلان وما اتوقع يعطيني شيء بعد دقيقه من كلامي. شوف ايش يصير. تعال انا امزح الشوق بالقلب يفضح انا مثل الطفل افرح اذا تضحك يا محبوبي. تعال اقطع على صدري اشم عطر. لا لا امزح. لا تزعل. اذا قالوا لي بامبي عندك ميسي ونيمار وش تبي بريال مدريد؟ المرينجي. المرينجي مرينجي. الملكي. الملكي عريق. سيرجيو راموس. ولا راح سيرجيو راموس بارد الوجه. ما عليه فيه 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 شباب الدوم العيب. بنزيمة زيدان مسلم. الله أكبر الله أكبر. أخوكي أخوكي إذا شاف التابعين بس سالة كورية. والله يا طيب مجفوة يا البنات البنات يا حظ العيال ما عندهم مشاعر. العيال شوف ايش تقليجات نايف. تقليجات نايف حمدان. عظامة تجرف معد ترجف تجرف تجرف والله يجرف وجهك. محاوي محاوي ما كان في احد يتخرج من الجامعه محاول. الجو مزين منه فجاه نزل نزل الثلج نزل الثلج. يعني مدري وجه ما تعرف تسولف لا تصور. انا خجل يلا تمشي مستعجل يلا تمشي مستعجل اللي وديهم الليل نصبح على ليل نصبح على لابس الخوضه خوضه معركه ما بيني وبين جيش العدو اي شيء كلنا في ساحه واحده هم معطينهم صدورنا واحنا احنا معطينهم صدور انا اقترحت صدور عليه وضيعت دريم يقول مقهوب شاي بشي بنبه شي بنبه ما اقول اسمه ما هو بشاي بشي بنبه شي بنبه غرب ايش قد يكون هذا اغرب اتصال مر عليهم فتره طويله انا احد يدق عليهم واحده في النص فيه اغرب من اتصالي ان واحد يقول واحده ونص يسميها واحده في النص استفدتوا معلومه المعلومتين معلومتين ما احد استفاد معلومتين طاقا الا انا الا انا عارف وين عليكم الساعة الساعة 7:30 بداية الحصة 7:30 معناته الطالب لازم يكون في المدرسة الساعة 7 أو 7:15 معناته أنا كمعلم لازم أكون الساعة 6:30 أو 7 طيب أنا متى أقوم من النوم الساعة 5:30 خباز أنا يعني أقوم من النوم 5:30 هم ما يصير طلاب الساعة 7:30 بداية الحصة 7:30 معناته الطالب لازم يكون في المدرسة الساعة 7 أو 7:15 شنو وضعنا شنو ليش إحنا شنو ذنبي أنا أطلع الساعة 5:30 الفجر عشان أروح دوامي وأتأخر نص ساعة وساعة من خصم الراتبي علشان قرار ممكن يكون أنت مستعجل فيه ليش أطلع 5:30 الفجر أنا موعد مؤذن شنو وضعنا شنو ليش ما اشترط بعض الرجال يقول أنا أبي مرة تكون يعني جسم وخصر وكذا أنت كذلك كزوج احتاج نفسك طالع جسمك تنك راسون لازم ما اشترط بعض الرجال يقول أنا قل لك لازم تتعب نفسك كذلك راسون والله حتى لهجتهم تحس الذبات عليها تضحك يعني لو سعيدي يقول نفسه لو ما تطلع ماشي لا صوت ولا عذ حتى الكلب مسك راسه نشوف المقطع هذا شيء هذا الكلام ينطبق على اخوي الصراحه اذا لقيت امي بالمطبخ انا مطفر وي كم اهواء اشتاق لما هو اهدر واحن لألقاها وقبل يمنا
ينصحون الخس والله ها خس ميبي ايش دراك امريكي سولفت معاه انت امريكي ينصحون الخس والله 25 ألف دينار ليش ساعة استجابة ابو فهد مسك بالخير كيف الحال طيب طول عمرك تو جاء من معركه عادي بس قال كل الاخبار عادي يعني هو احيانا مره تفشل مره تنجح مره تنجل تنجل مره تفشح تفشح ايش بو مره تنجل عادي بسيطه عادي يعني هو احيانا مره تفشل مره تنجح مره تنجل تنجل مره تفشح ايش بو تفشح وي ايش بو ده مرة تنجل جاك اتصال منه وانت عند الوالد العرس الرجال عن اصغر منك متزوج وانت تدور العروس بيعطي قهوة العرس طيب تكلم بدون ما تبكي عشان يفهم والله صح اذا نمت بالحصة وقام كنت استاذ تجاوب انت ما تعرف المواد شوف شوف اتفق معك اتفق معك اذا نسيت الكتاب بالبيت والاستاذ قال وش يسوي في البيت نايم قطع الكتاب جتني ها بعد ابي اضحك على السالفه ماذا لو عاد معتذرا انا فضل 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 بيت بيتكم حياكم الله فضل 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 بيت بيتكم حياكم الله فضل طلعت على النبي والاستيعاب يلا تعال اسحب السكين اسحب السكين يا حمار لاحظوا شو من الحياه استيعاب صدر تكفى المفاجأة تكفى يا شيخ وانا جايب 64 في القدرات و 54 تحصيلي ومسجل طب اول تريد مقاطع قطاوة إلى يومكم تضحكني طاعت ما مسكر باب مسكر 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 يا خالة خالة يقول لك شي ها مسكر من الحلال اصبر افتح لي تصبر اصبر تعال 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 منا يا هدري منا هذا الباب هاي يا غبية منا هي روحي مع السلامة وقتت بشي طلعت في بسة لازم اطلعها من البيت تكفي فكني شرك يرحم امك من هنا الباب هنا وهذا كان وقتي معاكم واتمنى عجبكم المقطع ولا تنسوا اللايك والاشتراك قبل ما تنهوا المقطع وحاب اقول لكم اللي يبغى حساب هرقل يلقاه في الوصف وسلام عليكم.